جدد خاطفو المواطن الألماني روجرز المهلة التي منحوها للدولة 48 ساعة لإطلاق صراخ سجناء من أقاربهم. وأكد مراسلنا في مأرب أن تمديد المهلة جاء عقب وساطات قامت بها شخصيات قبلية بإعطاء مهلة أخرى للحكومتين اليمنية والألمانية لتنفيذ مطالبهم. وكانت القاعدة عرضت على الخاطفين 10,000 دولار، لكنها رفعت المبلغ إلى 10 ملايين دولار بعد معرفتها أن المختطف يعمل في السلك العسكري. وسلمت الخاطفين نصف المبلغ، يشار إلى أن المختطف الألماني ناشد الحكومة والجهات المختصة في وقت سابق عبر قناة اليمن اليوم سرعة الإفراج عنه. ولدينا عبر الهاتف أحد الخاطفين علي حريقدان. علي، مساء الخير. أنا وسهلا. تجديد المهلة لمدة 48 ساعة، هل كان عبر وساطة قبلية أو كانت مبادرة من قبلكم؟ والله أولا أشكر قناة اليمن، أشكر مراسل نمران. نعم. بالنسبة لنا لا شيء من قبلنا، من قبل أي وسط، لا قبلية ولا غيرها. أنا يعني أحذر كل من هو في المنشآت في محافظة مأرب في خلال 24 ساعة القادمة أن يخرج منها. نعم، هناك معلومات تقول أن المبلغ ارتفع من 10,000 دولار إلى 10 ملايين بعدما اكتشفت القاعدة أن المختطف 12 مليون. وهذا ليش؟ أنا ليش عندي في هذا الشيء؟ إذا لم يطلبوا إخواني خلال 24 ساعة فسوف أعوض منشآت مأرب. نعم، ألا ترى أن تسليم المواطن الألماني إلى تنظيم القاعدة في حال انقضت المهلة ولم تستجب الحكومة إلى مطالبكم تخل عن أقربائكم المسجونين؟ أقربائي ليش يعني ليش لهم أي مشكلة؟ ليش لهم أي صلة بهذا الشيء؟ أقربائي هم مظلومين، يعني هم أطفال مشهم، يعني واحد خارج من السعودية وواحد ياهل، يعني عادهم. نعم علي، ألا ترى أن الجانب الإنساني والديني يعني يوجب عليكم إطلاق سراح المواطن الألماني خاصة وأنه يعاني من مرض السرطان وبحاجة إلى عناية خاصة؟ يا أخي، وهل من الواجب يعني الإنساني والديني، هل يعني الشرط بالله يعني يخرجون واحد من المستشفى من غرفة عمليات من أخواني يدخلونه إلى السجن محافظ مأرب ويعني مدير أمن مأرب ومدير يعني الضابط لهذا قايد علي علي اسمح لي، ما دخل الألماني بأخوك يعني في القرآن ونحن مسلمون جميعا ونتقيد بتعاليم الإسلام يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أنا والله والذي نفسي بيده أني أعمل المستحيل، وبعضهم والله العظيم أنجز أدخل إلى بيته سواء إن كان يعني مسؤول عسكري أو شيخ أو قبيلي، أنا غرمان معروفين. هذا يعني أنا ليس عندي أي يعني أي مشكلة. علي، أتمنى أن تغلبوا الجانب الديني والإنساني والنخوة القبلية والشهامة التي عرف بها اليمنيون وأن تطلقوا سراح الألماني. في الأخير علي حريقدان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.